السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. من الأحلام والرؤى المتكررة جدا عند كثير من الناس يقول لك أنا شفت واحد من المشايخ، سواء كان يعرفه أو ما يعرفوش. فتلاقي واحد يقول لك أنا شفت مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، أو شفت مولانا الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه ورضي الله عنه، أو شفت واحد من المشايخ المعاصرين، أو واحد من العلماء اللي أنا أعرفهم أو اللي ما أعرفهمش. وطبعا الرؤية دي بتشغل بال الناس، يا ترى دي رؤية خير ولا رؤية شر، ويا ترى معناها ايه وبتحمل رسالة ايه. خلي بالك ان رؤية العالم او الشيخ او احد علماء الدين، خلي بالك بغض النظر عن مين اللي شاف، فهي بتحمل دلالة خير كثير، لكن الخير ده بيختلف من شخص لشخص. علشان كده دايما نقول ان الرؤى لا تحكى الا للبيب او لعالم، وشرط يكون عارفك علشان يعرف يشرح لك ويفسر لك بعد ما تصلي على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمثلا هيختلف رؤية العالم لو شافوا واحد متزوج عن واحد اعزب، ولو شافته امرأة عن رجل، والمرأة دي نفسها يا ترى هي حامل ولا مش حامل، يا ترى هي متجوزة ولا مطلقة. كل حاجة من دول لها تفسير مختلف تماما. وده يعلمنا تاني وتالت ان مش اي حد يسمع مننا الرؤى، ومش اي حد يضحك علينا. وعلشان دي من الرؤى التي انتشرت بكثرة في الاونة الاخيرة، فحبيت اريح بالك بعد ما تصلي على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. اول حاجة، العلماء او المشايخ سواء كنت حضرتك تعرفهم او ما تعرفوش، الست العزباء رأت العلماء او المشايخ، فمعنى ذلك ان هذا فرج قريب وبشارة عاجلة. طيب افرض عرفاهم معرفة جيدة يا شيخ، فمعنى كده ان ربنا هيعوض عليها بشخص متدين وعلى قدر كبير من الثراء ومن الصلاح، مش كده وبس، وربنا سبحانه وتعالى هيديها الذرية الصالحة. طيب افرض يا شيخ المرأة اللي شافت الرؤية دي كانت متزوجة، فمعنى كده ان حالها يتغير للأحسن، وربنا سبحانه وتعالى هيفتح على الزوج أبواب الرزق والخير، والمرأة دي هتتغير حالتها وتستمر الحياة والدوم. ولو كانت بتمر بمشاكل في حياتها، فمعنى كده ان المشاكل كلها هيقضى عليها وربنا هيسر لها الأمور تماما. طيب لو المرأة اللي شافت الكلام ده كانت حامل وشافت حد من العلماء المشهورين، فمعنى كده ان المولود ان شاء الله يتولد بسلامة وعافية، مش كده وبس، ده ساعة سهلة للولادة، ومش كده وبس، والمولود هيكون من اهل الصلاح والخير. طب افرض المرأة اللي شافت ده كانت منفصلة عن زوجها، فمعنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضها وهيمسح ألمها وأحزانها. طيب افرض الراجل بقى اللي شاف يا عم الشيخ، فالراجل معناه حاجة من الاتنين، لو هو من أهل الصلاح ومن أهل الخير، فمعناه ان ربنا هيفرج كربه وهيسدد دينه وهيقضي حاجته عاجلا غير آجل. طب افرض من الفريق التاني أو نص نص، فمعنى كده ان دي رسالة لي من ربنا سبحانه وتعالى ان يعود الى الله وان يلزم تقوى الله وخشية الله كما هو حال اهل العلم واهل الصلاح. طيب افرض بقى الراجل او الست شافوا، خلي بالك بقى، شافوا العالم او الشيخ بيكلمهم في المنام وبيحذرهم، فده معناه ان كلا الطرفين سواء اللي شايف الرؤية راجل او ست يفعل فعلا لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، وربنا بعت له التحذير ده قبل ما يكشف ستره، يعني الفعل ده محدش عارفه، فبيقول له بادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يكشف الستر وقبل أن تضيع منك نعمة الستر. في الآخر أقول لك وفي الختام بعد ما تصلي على النبي العدنان، افرض يا شيخ بقى الشيخ اللي احنا شفناه أو العالم ده من الناس اللي مشهورين بس بالشمال مش باليمين، يعني ايه؟ مشهور ان هو بيميع دين ربنا، مشهور ان هو بيتساهل في احكام ربنا، مشهور كان زي ما ناس كتير قوي باعت دينهم بعرض زائل من الدنيا، فده
اول ما تشوف الحلم ده او الرؤية دي، سواء كان اللي شاف الكلام ده راجل او ست، عليه ان هو يكتم الخبر ولا يحدث به احد، ويدرع الى الله سبحانه وتعالى اولا بالتوبة والاستغفار، ويكسر من الدعاء ان يكشف الله كربه وان يستره والا يطيل ازمته. الكلام ده كله لو حضرتك رجعت لابن سيرين او رجعت للامام مالك ابن انس، طبعا كل هؤلاء الاعلام ما كانوش مهتمين او بتفسير الاحلام، انما القضية كانوا ايه؟ كانوا يفسرون الرؤى او يؤولون الرؤى من باب تعليم الناس. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان لما يصبح الصبح يقول: من رأى منكم الليلة رؤيا، علشان يفصل للصحابة وعلشان يعلم الصحابة وعلشان يبصر الصحابة بتلك الأمور. وهفكرك، سيدنا الحسين عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام رأى في الرؤيا قبل مقتله واستشهاده بأنه ماض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما استيقظ وقال لستنا السيدة زينب انه شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له: ابشر فعما قليل ستكون عندنا يا حسين. كان قبليه سيدنا عبد الله بن عباس شايف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، واستيقظ وهو يقول: انا لله وانا اليه راجعون. فلما قالوا له: خيرا يا ابن عباس؟ قال: لقد رأيت البارحة رسول الله في المنام، وقال لي يا ابن عباس: خذ هذا الدم، واعطاه قرورة فيها دم، وهذا هو دم الحسين ابن علي. وسيدنا عثمان ابن عفان رضوان الله عليه وارضاه كان شايف رؤيا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا عثمان صايم، وقال له: ابشر ستفطر عندنا غدا يا عثمان. وسيدنا عمر رضوان الله عليه وارضاه كان شايف رؤيا قبل استشهاده ان ديك ينقره 3 نقرات. بقول لك الكلام ده كله ليه؟ لان الرؤية جزء عظيم من اجزاء النبوة التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى بالمبشرات. فان وجدنا فيها خيرا حمدنا الله واستبشرنا به، وان وجدنا غير ذلك كتمناه ولا نحدث به. فالرؤية على قدم طائر كما يقولون اذا فسرت وقعت. اسأل الله العلي القدير ان يجعل كل منامنا خير، وان نرى فيه كل الخير، وان يبشرنا دوما بالخير، انه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.